هل التعديل القانون هو الحل او يضمن شويه يعني خلينا نقول تسريع في اجراءات التقاضي؟ هقول لحضرتك حاجه، بالنسبه لقضايا الاسره بقت سريعه فوق ما اي حد يتصور. على فكره بقيت حاكم فيها من اول جلسه. يعني يمكن قبل كده في الحوار الوطني فين ده؟ في الحوار الوطني انا كنت بطالب مثلا حضرتك مطالب ان يبقى في في نسجان في اعلان اول حاجه يعني اول حاجه. لا لا ثانيه، في النفقات هكمل. فين التحري في النفقه؟ بيتحكم دلوقتي القاضي بيحكم من اول جلسه في النفقه، اعلان في النفقه. مع ان انا كنت دايما بقول في تفعيل لنص النفقه المؤقته، يعني ابدا النهارده احكم لها بنفقه مؤقته لحين بقى ورود كذا وانفضت مرتب وحاله الدعوه لاثبات الدفع وكذا. لكن دلوقتي اللي انا شايفاه ان فعلا من اول جلسه القاضي بقى بيحكم بنفقه. لا لا مفيش حاجه اسمها من اول جلسه، معلش يا استاذه معلش. لا ده اللي بيحصل، لا ده اللي بيحصل. انا مسؤوله عن الكلام اللي بقوله. ازاي في اول جلسه؟ بيحصل في تحري أول... ازاي يا استاذه في تحري من قبل اثبات وفي اعاده الاعلان؟ انا بقول لحضرتك شوف محاكم كتيره دلوقتي. محاكم ايه حضرتك من اول جلسه؟ المحاكم اولا تفعيل النفقه المؤقته بقى موجود، الحكم من اول جلسه، بعد كده يبقى في استئناف الدرجه الثانيه، يبقى في حكم نهائي بيصدر بعد كده للتاكيد ده وتاييده والكلام ده بقى موجود. فالاسراع موجود وده الكل بيشهد بالكلام. طب هي المشكله اصلا كانت زي ما الاستاذ ايمن بيقول انه بيتهموا المحامين، ولا المشكله في قله عدد القضاء، ولا المشكله في اجراءات التقاضي نفسها، ولا في موضوع الدفاتر والورق والسيستم؟ على فكره انا دلوقتي حالا انا بتكلم بامانه، انا مش شايفه ان في مشكله، بالعكس انا خايفه يكون في اخلال بحق الدفاع من كتر ما بقت في اسراع. انا مش عايزه الاسراع اللي يضر بالموكل. لان بقى في فعلا انا اخاف من اخلال حق الدفاع. لان احنا برضو بنوصل لنقطه معينه لازم الخصم يدي دفاعه. طب هل ده في المدني بس؟ طب في الجنائي احنا عندنا متهم، عندنا حقوق مدنيه، عندنا حبس، عندنا حاجات كتيره جدا. لكن في اسراع في التقاضي يشهد بيه ومشهود. السبب الرئيسي في تعطيل الفصل في القضاء في الاحكام بصفه عامه هي القوانين. حضرتك بتقولي من اول جلسه، طب انا هقول لحضرتك تصور كده لرفع قضيه اسره ممكن القاضي يحكم فيها من اول جلسه، ان يكون التسويه اختياريه او يكون التسويه بجانب رفع القضيه، ونحدد الجلسه واحنا بنحدد الجلسه يدونا جواب للتحري عن دخل الزوج، فتيجي القضيه كامله متكامله من اول جلسه للقاضي فيحكم فيها. لكن لا، لازم نعمل اعاده اعلان ولازم نعمل اجل التحري واجل الاطلاع. انا مع الاستاذ في حاجه، ثانيه واحده بس اكمل بس حضرتك بقيه الكلام. ثواني، اصل حضرتك بتقول من اول جلسه وبعدين الاستئناف. الاستئناف بيتعمل بالشهرين والثلاثه وفي محكمه ثانيه واتاجل المفردات. يعني هنقول كتير. انا دلوقتي انا لما بتكلم على السيتلمنت بتاع مكاتب التسويه، هي ده شرط لقبول الدعوه ان هو يترفع مثلا في الاسره مكتب التسويه يتقدم فيه. يمكن يحصل يعني سيتلمنت للديسبيتس من غير ما يروحوا للتقاضي ودي اوكي بدل باي فورس. فالكلام ده كله ده موجود، موجود وكتير جدا بيعملوا الكونتراكت قدام مكتب التسويه بالتصالح ويتصالحوا فيه بالفعل. فده دور نسبتهم كام في الميه؟ ده دور مهم. لا اكمل كلام. ده دور مهم جدا. نسبتهم كام في الميه اللي بيستلفوا اصلا؟ بعد كده الخطوه اللي بعد كده لما بتكلم على باقي البروسيجر، ثواني بس، مجموعهم كام من مجموع الناس؟ لا انا ثواني اكمل كلامي. فلما بعد كده بتكلم في موضوع الاجراءات ان انا بعمل اعلان واعاده اعلان طيب. وتحري حتى في مواجهه النيابه العامه، كل ده ملزم علينا واحنا بنفاجئ بصدور حكم. انا فاهمه حضرتك، بس واحنا بنتكلم عدد جيلنا حالات حتى من زمايلي في الكنترول، حد بيقول لنا مثلا قريبه دفع 300,000 متجمدات وبقاله سنتين وثلاثه في المحاكم مش عارف يشوف الولاد ولا عارف يوصل لحاجه. ودفع الفلوس اللي عليه، دفع 300,000، دفعهم فين؟ دفعهم على عهده الاستاذ مصطفى زمان. طيب احنا مش بنتكلم برضه على كل حاجه، كل قاعده ليها استثناءات طبعا، بس تفسير حاجات زي كده قانون إيه؟ واحد لسنه 2000 بتاع الاسره كل شويه بيتعدل، واكيد القانون مش كامل في الاخر، هو فيه تشريع وفيه مشرع، ومشرع ده بشر، فاكيد كل شويه فيه تعديل طبعا عن جانب برضه القانون المدني لان يعني ده ما فيهوش تعديل. لكن كل الاجراءات جنائيه، مرافعات، موضوع الاعلان عن طريق الالكترونيك باي ميل بالايميل، بس ابقى متاكد ان الشخص ده صح الالكتروني علشان اقصر الوقت. كل ده موجود. لكن حتى التطور في المحاكم طبعا ده بيقلل الكلام ده مع الضمان لوصول الاعلان، مع الضمان لوصول ازاي موضوع قاضي التحضير ده مهم زي المحاكم الاقتصاديه. في قاضي تحضير بيحضر ملف الدعوه ويدخله على القضاء. عنده حاجات كتير عايز يقولها. اتفضل. حتى بعد ما تحصل المراه على النفقه مثلا او على حكم الرؤيه صعب تنفيذه زي الحاله اللي وصفها لينا الاستاذ المعد بتاع البرنامج، فبعد ما اخد الحكم حضرتك عارفه عشان استحصل على صوره من الحكم عايز على الاقل شهر وشهرين عشان استحصل على صوره او صيغه تنفيذيه من هذا الحكم. طب ده مشكلته ايه؟ او ده حله ازاي؟ حله مشكلته بسيطه جدا. التسويه تكون زي ما قلت تكون اختياريه، نرفع القضيه وانا برفع القضيه اخد جواب التحري معايا، نيجي قدام القاضي نحكم، يكون الاستئناف
وصورة الحكم حاصلها موجودة مع القاضي وبيكتب الحكم وتتمضي وتنظر وتنزل في الفيس سيستم. شهرين عشان تاخد صورة رسمية؟ أيوة طبعا. لا أنا لا حضرتك باخد شهرين وتلاتة كمان. أسفة. طيب على فكره عندي مش مظبوطه. طيب لا دي حقيقه مش مظبوطه. انا عايشها انا عايشها. الصوره الرسميه بتطلع في مره واحده، الطلب بيتقدم ياخدوا صوره رسميه بعد يوم، يعني القاضي بيحكم النهارده باخد صوره رسميه بكره.